رئيسة المرأة بالقبائل العربية، بنرحب بيكي في الأخبار. أهلا بيك. عايزين نعرف النهاردة اليوم احتفال أو مبايعة لأهالي الجمالية في تأييد أو ترشيح المشير السيسي بالانتخابات. عايزين نعرف شكل اليوم النهاردة والتنسيق اللي انتوا عملتوه مع حملة كم الجميلة بمناسبة ان انتوا في القبائل العربية ومشتركين في الحملة. والله هو التنسيق نقدر نقول جيد، لأن طبعا انت مش هتقدر تمنع كافة الطوائف ان هم بيحبوا المشير السيسي عبد الفتاح السيسي، وكل الناس بكافة الطوائف جات عشان تشارك في الحدث دوت وتعبر عن حبها. فالناس كانت تلقائية، فما ينفعش ان انت تحط رولز معين او تنسق حاجة معينة، لان الناس جات بتتعامل من خلال مشاعرها وعواطفها وحبها تجاه المشير عبد الفتاح السيسي. انت شايفة مين المرشح المنافس للفريق السيسي او المشير السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة؟ هو فتح باب الترشيح ده دليل ان احنا بنمارس الديمقراطية بالطرق السليمة والصحيحة، ان باب الترشيح مفتوح لكافة طوائف الشعب، من حق اي حد طالما تنطبق عليه شروط الترشيح انه يترشح. ولكن السيسي رجل او زعيم له قاعدة شعبية، ولو هينجح هينجح بحب الناس، كل الشعب بيحبه. يكفي ان هو حررنا من الاستعمار الامريكي والصهيوني، احنا عشنا سنين حلفاء لامريكا، والفقر زاد والمرض زاد والفساد انتشر في كل اجهزة الدولة، وتكونت فصائل ارهابية لتفتيت الشعب المصري. ولكن مصر مباركة انت يا مصر وشعبك، بالاضافة الا ان مصر مباركة من الله سبحانه وتعالى وبلد الانبياء الخ. يكفي انها جادت علينا بالزعيم مثل السيسي ليحررنا من الاستعمار الثقافي والفكري والديني، وان شاء الله ربنا ينصر. شايفه ان السيد حمدين صباحي اعلن خوض الانتخابات الرئاسيه، هل ده هيعمل مثلا هيبقى في منافسه ما بينه وما بين مشير السيسي في الانتخابات او الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، ولا السيسي مالوش منافس؟ هو بالنسبه كقاعده شعبيه وكحب الشعب المصري كله، فهو نقدر نقول عليه الفرس الرابح. فالفرس الرابح اللي هيجتاز كل الحواجز بحب الشعب ووطنيته وكل ما قدمه لمصر. يكفي ان هو، انا من وجهة نظري، ان المجلس العسكري ما سلمش مصر للاخوان، بل سلم الاخوان لكل الشعب المصري، وقتل الارهاب 99% من كل بؤر الارهاب في مصر عن طريق المشير السيسي والمجموعة المعاونة ليه من وزارة الداخلية والشعب المصري. كلنا يجب ان احنا نتعاون. شكرا جزيلا.